النساء دائما يحبون يهتمون بشعرهم وايضا بصحة بصيلات الشعر. هنا طبعا اكو نقطة جدا مهمة والكثير يفتقروها او ممكن ما عندهم علم عنها كثير من النساء، طبعا هي سكراب فروة الشعر. احنا دائما نعرف سكراب البشرة لكن ما نعرف سكراب فروة الشعر. هنا سكراب فروة الشعر كلش ضروري ومهم على كل امرأة انه احنا نسويه ضروري، لانه سكراب فروة الشعر ممكن يسكرب او ينظف كل الشوائب اللي تكون في فروة الشعر، وهنا بالشهر مرة ممكن احنا نمارس هذه سكراب الشعر، يعني مثلا مو كل اسبوعين، لان هنا بعض انواع فروة الشعر تكون جدا متحسسة او تتحسس ممكن حتى من الشامبوات الطبية. لكن هنا اذا استخدمنا سكراب الشعر مرة واحدة فقط بالشهر، هنا راح نحصل على نتائج جميلة وايضا يفيد فروة الشعر ويفيد بصيلات الشعر بالدرجة الكبيرة. طبعا هنا بعض النساء يغسلون شعرهم وشعرهم بعد رطب ما منشفين، يعني ما دا اقول لكم انه ضروري انه تستخدمون الشسوار وتنشفون الشعر، لا مو بالضرورة استخدام شسوار، ممكن انه احنا ننشف شعرنا على الهواء الطبيعي، ننشف شعرنا بعدها نشيل الشعر او نلفه باي طريقة انتوا تحبوها. لكن هنا الشعر اذا ما احنا غاسلين الشعر ومباشرة مشطنا الشعر ولفينا الشعر، هنا راح تنتج فطريات فروة الشعر وايضا راح تنتج رائحة كريهة جدا فروة الشعر، والبعض ايضا بيعرف شنو سبب هذه الفطريات والبعض ما يعرف شنو سبب هذه الرائحة الكريهة. هل هي بسبب الشامبوات اللي يستخدموها او بسبب الزيوت اللي يستخدموها؟ ما الى اي دخل، مجرد ما احنا ننشف شعرنا نسوي سكراب بالشهر مرة، هذه الامور كلها راح تروح وايضا ما راح نتعرض لهذه المشاكل. على فكرة سكراب فروة الشعر اعيد واكرر مرة واحدة فقط بالشهر لا غير. اذا مثلا صار عندكم تحسس فروة الشعر او صار عندكم فطريات وتعرضتوا لهذه المشاكل كلها، بامكانكم تعالجوها، لانه لكل مشكلة اكيد اكو علاج. بامكانكم تستخدمون زيت شجرة الشاي مو للسكراب، لعلاج الفطريات وايضا تحسس فروة الشعر. وايضا مرات اكو بعض البنات يصير عندهم هرشة فروة الشعر، نقدر نتخلص من هذه المشكلة كلها باستخدام زيت طبيعي واحد فقط اللي هو زيت شجرة الشاي، نخليه على كل فروة الشعر وبعد ساعة أو ساعة ونص نغسل فروة الشعر. القشرة هنا راح تتعالج، الحكة أو الهرشة اللي تكون في فروة الشعر راح تتعالج، يعني كل المشاكل اللي تعاني منها فروة الشعر كلها راح تتعالج من خلال زيت شجرة الشاي. وأكيد ما ننسى سكراب فروة الشعر مرة واحدة فقط بالشهر، وضروري شعركم ينشف قبل لا تشيلوا او مثلا تسوون اي تسريحة انتم حابيها، خاصة تسريحات البيت. مباشرة غسلنا شعر مباشرة شلنا الشعر، وهذه من النقاط جدا السلبية والخاطئة، ينشف الشعر بعدها نشيل الشعر. ويا ربي استفاديتوا من نصائح اليوم واستفاديتوا من فقرة اليوم، لان من الفقرات اللي ممكن الاغلبية ما يعرفوها لكن هسه عرفتوها وضروري الالتزام بها. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم لنا ومع السلامة.